فاكر يمكن احنا بنتابع مع حضرتك تجدد القصف وبشكل عنيف جدا على غزة الآن. خيارات الحكومة الفلسطينية الآن مع هذا الموقف المتخاذل من القوى الغربية والدولية. أنت تعلمين بأن العالم اليوم وقف بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 128 صوتا لجهة وقف هذا العدوان والسماح بإدخال المواد التموينية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة، لكن نوازع الغطرسة وأحلام التوسع والتشجيع الذي يستمده قادة الاحتلال من الولايات المتحدة ومن الدول الأوروبية يجعلها ترفض هذا القرار وتواصل ارتكاباتها ومجازرها دون أدنى التفاتة للقرارات الدولية أو للشرائع الإنسانية. أستاذ إبراهيم، أهم الاتصالات اللي تجريها الحكومة الفلسطينية مع من الآن، وأي الرسائل التي تتضمنها هذه الاتصالات؟ كل الاتصالات التي أجراها سيادة الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية ولا سيما مع الأمم الأمين العام للأمم المتحدة ومع قادة العالم حثهم فيها على ضرورة الوقف الفوري لهذه الإبادة الجماعية التي تتوالى فصولا مرعبة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كذلك، وكذلك الاتصالات مع الأشقاء في مصر والأردن والموقف المصري القومي الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض السماح لتهجير الشعب الفلسطيني، وكذلك الأشقاء في الأردن الذين اتخذوا ذات الموقف. ولكن كل القرارات التي اتخذت اليوم، القرار الذي اتخذ اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة وما يعكس موقف العالم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، قابلته إسرائيل بالمزيد من الصلف وبالمزيد من الرفض والإصرار على ارتكاب هذه المسألة بينما كانت تصويت جاريا في الجمعية العامة.